كنت في الغبينة، كنت في الغبينة والتراب والمشي ورشات مفتوحة وعمليات توزيع وترحيل ومشاريع متواصلة. قطاع السكن ورغم الأزمة الاقتصادية وصل نشاطه خلال سنة 2017 مع الإعلان عن صيغ سكنية جديدة لتنويع العرض وفتح ورشة لمراجعة قانون التعمير. قطاع السكن في 2017 تمكن من بلوغ نسبة الإدماج الوطني بأكثر من 85%، وهذا بعد إلزام شركات الإنجاز باستخدام مواد البناء المحلية. وإلى جانب هذا توصل القطاع إلى تسوية المستحقات المالية لكل مؤسسات الإنجاز. الدولة دارت المجهود تاعها وجابت البرامج وجابت الغلاف المالي، قلنا العمل والجودة. وتم توزيع ما يزيد عن 300 ألف وحدة سكنية من مختلف الصياغ عبر عدة ولايات. الصورة في قطاع السكن خلال 2017 لم تكن براقة كثيراً، فحتى الوزير طمار اعترف بوجود العديد من الاختلالات، ومن بين ذلك ضعف مساهمة المتعاملين الجزائريين في ورشات القطاع مقارنة بالشركات الأجنبية. الجودة والنوعية نقطة هامة ركز عليها قطاع السكن في 2017، وهذا ضمن خريطة طريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة، وهدفه مواصلة إنجاز السكن بمختلف صيغه من عمومي إيجاري والريفي والاجتماعي والبيع بالإيجار والترقوي العمومي، بالإضافة إلى بعث صيغ أخرى مثل الترقوي المدعم وصيغة جديدة غير مسبوقة تتمثل في السكنات الموجهة للإيجار. بدأنا في التصور الجديد وهو تسليم المشاريع مع المرافق العمومية. ومن أبرز محطات قطاع السكن أيضاً في 2017 الإعلان عن برنامج إضافي لسكنات عدل يشمل 120 ألف وحدة للإنجاز مع السنة الجديدة، فضلاً عن برمجة إنجاز 50 ألف وحدة من نفس الصيغة من البرامج القديمة المتبقية والتي عرفت تأخراً في الانطلاق. من غير معقول دي بروغرام 2006 4000 غير 2006، رانا 2017 مازال أونكور ورانا رايحين. كما تم في 2017 إطلاق العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات عدل 2013، وتخص 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية. بمقابل كل هذا يعترف وزير القطاع عبد الوحيد طمار بتسجيل تأخر في إنجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر 20 ولاية، وضع استدعى تدخل الوزارة الوصية التي طالبت بتدارك هذا التأخر دون استبعاد اللجوء إلى فسخ عقود الشركات والمقاولات غير الملتزمة. إنه أولاً نستدرك هذا التأخر، إحنا نعرفه غير نطلبه، أو جاء بسعيد قال لي خصني 15 لوجمون وعندك 18 لوجمون كيتران دوبي 2006، سي با نورمال، إحنا رايحين والخزينة العمومية هلكناها. كما تم الإعلان عن تفعيل صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء قصد تنويع العرض وتلبية الحاجيات المتنامية في السوق العقاري، بما أن هذه الصيغة هي أكثر ملائمة بالنظر للأعباء المخففة على الخزينة العمومية. تكلمنا على السكن المدعم البيا اللي غادي نرجعوا به، إذا بس نرجعوا به لازم نديروا الحصيلة تاع السكن في السابق وما هي كانت الإشكالات اللي كنا نشوفها. قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كان مشهداً آخر في قطاع السكن خلال 2017، حيث تم تسجيل 800 ألف طلب تسوية إلى غاية أكتوبر الماضي. عايشين في F1 ماشي F3، اليوم مقصيين كاع الملف تاعنا أصلاً ما يكزيستيش في البلدية ولا في الولاية ولا في الدائرة. إقصاء ما كانش إقصاء، حنا كانوا في الضيق أنا نخفوا عليهم، لكن نمشي خطوة خطوة. ومن أبرز محطات القطاع أيضاً في 2017 الإعلان عن بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهذا بهدف تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية وتشجيع تمويل بعض الصيغ عن طريقه.
وحسب حصيلة للقطاع تم تسليم 3,600,000 وحدة سكنية منذ 1999 إلى غاية منتصف ديسمبر 2017، فماذا ستحمل السنة الجديدة لمن لا يزالون في انتظار سكناتهم؟ شكروه بزاف وشيتو الرئيس بوتفليقة اللي شدنا فيه، فرج علينا وقلع علينا القبينة إن شاء الله. بارك الله فيك.